اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات مع رشا. لو اول مره تشوفوا القناه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. هنعمل مع بعض النهارده المولتو بطريقه سهله وبسيطه وحقيقي طلع فعلا جميل جدا جدا جدا. خليكم معايا وان شاء الله الحلقه النهارده هتعجبكم. هنبدأ كده على طول. الاول بالمقادير، معايا كيلو دقيق، حط عليه معلقه سكر ورشه ملح ومعلقتين كبار لبن بودرة. احلى حاجة في العجينة زي ما قلت لكم وعلى طول بقول لكم في المعجنات، اللبن البودرة بيفرق كتير في اي معجنات. ومعلقة بيكنج باودر، بس حسيت ان هي مش مليانة قوي فحطيت حبة كمان، بس انتي لو معلقة مليانة قوي صغيرة يبقى معلقة واحدة. ومعلقة ونص خميرة. الخميرة لو انتي بتجيبي البواكي الصغيرة دي فانتي احسن جربيها الاول بمعلقة سكر وربع كوباية مية، لكن انا جايبة العبوة الكبيرة حطها ببرطمان زي ما انتوا شايفين وجربتها ولقيتها ناجحة معايا، فمش بعمل اختبار الاول للخميرة. حطيت بيضاية وهحط عليها فانيليا. الفانيليا السايبة فعلا جميلة، جربيها احلى من البواكي اللي هي البودرة بكتير. ومعلقتين خل. معلقتين الخل بتشيل ريحة الزفارة، بتساعد ان الزفارة بتاعت البيت بتتشال وبتساعد العجينة ان هي بتكون هشة كده وجميلة. فحطيت معلقتين خل وهحط كوبايه ونص لبن او حليب زي ما بتقولوا عليه. هحط كوبايه ونص، حطيت كده كوبايه بالكوبايه المعياريه والنص عشان ابقى ماشيه معاكم خطوه بخطوه. وهحط كمان كوبايه ميه دافيه. النص التاني يعني انا الكيلو بيحتاج معايا 3 كوبايات، فالنص التاني مش هحطه غير تدريجيا والعجينه شغاله على حسب الدقيق زي ما قلت لكم قبل كده، يعني كل دقيق بيختلف عن التاني في الميه. الميه ملهاش معيار محدد، الميه تكون دافيه. وهنزل كده بالكوبايه الاولى والتانيه، مش هحطها زي ما قلت لكم دلوقتي، تكون الميه بقول لكم كده الميه بتكون دافيه. هتشغلي العجان على السرعه، اول سرعه السرعه الهاديه، ما تشغليهاش على اسرع حاجه عندك في العجان علشان طبعا هيبهدلك والدنيا هتلاقيها كلها تقيل. فحاولي تشغلي الاول على السرعه الهاديه وبعد كده علي السرعه زي ما انت عاوزه. المقادير بتاعتنا النهاردة، اي معجنات عاوزة تعمليها اعمليها بالمقادير اللي قلتلك عليها النهاردة، صدقيني هتطلع اي معجنات هتعمليها هتطلع حلوة قوي. الملمس بتاع العجينة كده كان جميل، والمقادير والمية واللبن اللي حطيتها فعلا كانت مظبوطة وطلعت لي في الاخر عجينة حلوة قوي وملمسها كان حلو. بس اخدمي العجينة، حاولي تلتيها كويس. العجينة بتخدميها كويس وبتلتيها، لو انت ما عندكيش عجان وبتعمليها بايديكي اديها وقتها في العجن، هتديكي اللي انت عاوزاه فعلا، هتبقى العجينة هشة من جوه وهتبقى كويسة كده. خلاص العجينة بتاعتي بقت كويسة، هنزل بالزبدة. الزبدة بتكون اخر حاجة لما بتوصلي للملمس اللي انت عاوزاه في العجينة، لو انت عايزاها طرية او عايزاها تكون متماسكة، ده طبعا بيبقى قبل ما بتنزلي بالزبدة. الزبدة انا حطيت معلقتين كبار. وده الملمس اللي انا عاوزاه، عاوزة العجينة بتاعتي تكون طرية كده. مهمة العجين خلاص خلصت، هتبدأي تلميها كده زي ما بلمها، وفي الاخر هتسيبيها ترتاح. مش هقولك ساعة نص ساعة ربع ساعة، على حسب ما انت خدمتي العجينة بتاعتك هتخمر بسرعة. فانا دلوقتي هحطها، بصي الملمس بتاعها جميل ازاي. هسيبها ما اخدتش معايا تلت ساعة بالظبط، يعني لميت العجان ومسحته وشلته. طبعا لازم تمسحي العجان بتاعك يعني اول ما بتخلصي على طول، لو انت سبتيه والعجين نشف فيه بيبقى فيه صعوبة في تنظيفه، لكن تنضفي الحاجة بتاعتك كده وتشيليها على طول بتبقى فيه سهولة في تنظيفها وما بتاخدش منك وقت وبتسهل عليك كتير. كده خلصنا العجينة، حطيتها بستريتش او لو ما عندكيش اي كيسة كده وغطيها كويس وسيبيها في مكان دافي، او ممكن تدفي لو انت مستعجلة دفي الفرن وحطيها في الفرن، مش هتاخد منك وقت خالص. كده خلاص العجينة بتاعتي خمرت كويس.
بنزل العجينة بالراحة لان مش عايزة الهواء اللي في العجينة يطلع، فحاولي تنزليها بالراحة عشان الخمر ما يطلعش والهواء اللي جوه يطلع منها، فهنزلها بالراحة، ما تحاوليش تتكي عليها او تطلعي الهواء علشان يسهل عليكي بعد كده، ما تسيبيش العجينة ترتاح كتير كده. هعمل كور او هقرصها زي ما انت عاوزة. كيلو الدقيق طلع معايا 30 واحدة، يعني 30 كرة من اللي انا بقرصهم دولت طلع 30 واحدة. الكمية طلعت فعلا جميلة. طبعا هقسمهم على 2، يعني مش هعملها لان المساحة عندي مش كبيرة قوي على الرخامة بتاعتي، فهقسمهم على 2، هعمل 15 و15. المحلات الكبيرة بتفردها مرة واحدة وبتحط الزبدة وبترجع تطبق العجينة على مراحل كده طبقات، بس بتبقى الطريقة دي صعبة. والمساحة اللي عندنا مش بتبقى كبيرة قوي زي المساحة اللي عندهم، فدي أفضل طريقة وأسهل طريقة ممكن تعمليها، والنتيجة بتطلع واحدة أو النتيجة فعلا طلعت حلوة قوي هتشوفيها، ولو جربتيها إن شاء الله تطلع كويسة. كده خلصنا الكمية كلها وكده عدتهم وطلعوا 30 واحدة. غطي العجينة وسيبيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش، ان شاء الله الوش مش هيلحق ينشف ولا حاجة، لان العجينة بتاعتي طرية وكويسة تتفرد معايا، مش هتاخد مني وقت. معايا كوباية زبدة وكوباية نشا. حطي زيت بسيط كده عشان يساعد معاكي في فرد العجينة بتاعتك، هتتفرد معاكي من غير نشابة ولا حاجة، يعني كنت جايبة النشابة استخدمها فما استخدمتش النشابة خالص، لان العجينة ما شاء الله بتتفرد معايا بسهولة مش محتاجة اي حاجة. هحط كده الزبدة، هفرد الزبدة كلها يعني عليها كلها، وهرجع احط نشا. ودي الطبقات اللي انا بعملها، النشا كده بيخلي ليها طبقات وبيخليها حلوة قوي ما شاء الله. العجينة ماشية معايا سهلة جدا، سلسة كده وبتتفرد معايا بسهولة. حطي بس كده زيت بسيط خالص هتساعد معاكي في العجينة ان هي تتفرد، وهتعملي نفس الخطوات، هتحطي زبدة وتحطي نشا، مهم جدا ان انت تعملي كده. وانتي بتفرديها مش مشكلة سمك العجينة ايه معاكي، انتي افرديها عادي، لان كده في الاخر احنا هنفردوها تاني، ان هي لسه معانا كده في مرحلة تانية هنفردوها، فمش مشكلة انتي بتفرديها السمك بتاعها قد ايه. كده خلاص خلصت اول مجموعة قسمتها، اول حاجة قسمتها كده خلصتها، هغطيها بستريتش وهدخلها في التلاجة ترتاح، اخلص الجزء التاني يكونوا دول يرتاحوا واطلعهم اشتغل فيهم على طول. والجزء التاني اللي انا قسمته كده خلاص خلاص هدخله يرتاح، التاني كده ارتاح هطلعه اشتغل فيه يكون دوت ارتاح، مش هتقعدي كله هتخلصيه ان شاء الله، هتطلعي من مطبخك تكوني مخلصة كل حاجة. بقولك كده ان كوباية الزبدة جم بالظبط على قد الكيلو الدقيق. ما شاء الله العجينة جميلة جدا، فعلا العجينة ناجحة بتتفرد معايا بكل سهولة، مش محتاجة ان افردها بنشابة، بشدها كمان بتتفرد معايا، هبططها كده بحاول بس بالنشابة، لو في الحروف سميكة معايا شوية ولا حاجة هفردها بالنشابة، لكن غير كده انا بفرده كده من غير نشابة، لان العجينة فعلا مساعداني ان انا افردها، وكده اتفردت معايا السمك بتاعها كده كويس. هتحضري الصاج بتاعك وهتحطي عليه ورق زبدة، وما تنسيش تدهني ورق الزبدة بتاعك زيت علشان المولتو ما يلزقش منك.
معاكي سكينة او قطعة زي اللي معايا دي، هتبدأي تقطعي 4 ارباع وترجعي بعد كده تقطعي مثلثات زي ما بقطعها. لو انت عايزة المولتو كبير خلي المسافة بتاعت المثلث كبيرة، عايزاها صغيرة خليها صغيرة. ده يعني التقطيعة دي اللي بتساعدك في ان انت تخلي المولتو كبير او تخليه صغير. هخلي جزء كبير وجزء صغير. محضرة الحشوة بتاعتي جبنة كيري، احلى حاجة لأي معجنات بتحشيها جبنة كيري، جميلة جدا لأن ما بتسحش، يعني افضل حاجة لأي معجنات بحشيها بستخدم لها الجبنة الكيري. وطبعا معاكي اي نوع شوكولاتة انت عاوزاه، بتفتحيها كده فتحة صغيرة قبل ما تحطي الحشوة، دي بتساعدك في اللف كويس، وبتحاولي تفرديها كويس عشان تطلع كويسة معاكي. صدقيني لو ولادك جربوه وداقوا المولتو فعلا في البيت مش هيشتروا مولتو من بره تاني خالص. اللفة بتاعته سهلة، انتي بتشوفي المولتو كده بتحسي ان فيه صعوبة واللفة بتاعته فيها صعوبة؟ لا ان شاء الله هتجربي الطريقة دي مش هتبطلي تعمليه، طريقة سهلة. واهم حاجة القفل يكون لتحت كده. خلاص خلصتهم والتانيين فردتهم وفعلا كانوا ارتاحوا، خلصت الجزء ده، كان الجزء التاني ارتاح واتفرد معايا. هعمل نفس المرحلة بس مش هصورهم بقى معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نفس التقطيعة اللي انا قطعتها، وزي ما قلتلك لو عايزة المولتو كبير ده في ايديكي، خلي المثلث كبير شوية. لو عايزاه صغير برضو في ايديكي، خلي المثلث صغير شوية. بعد ما خلصتهم سبتهم يرتاحوا بالظبط ربع ساعة، ومحضرة صفار بيضة وحطيت عليهم فانيليا ومعلقة لبن. ما شاء الله سبتهم ارتاحوا، الحجم بتاعهم بصي تضاعف ازاي. اول ما تلاقي حجمهم تضاعف كده اعرفي ان هم ارتاحوا وخدوا وقتهم كويس، فان شاء الله هيديكوا نتيجة كويسة. هتلاقيهم من جوه هشين كده وهتديكي النتيجة اللي انت عاوزاها. حاولي وانت بتمسحي بالفرشة كده ما تتكيش عليهم، امسحي كده بالراحة. كيلو الدقيق عمل معايا النهارده صاج وصينيتين، بس انتي حاولي خلي في مسافات ما بينهم كده، لان زي ما انت شايفه كده لما سبتهم يرتاحوا الحجم بتاعهم تضاعف، ما يمسكوش معاكي ببعض علشان في السوا يبقى كل الجناب كده تاخد اللون اللي انت عاوزاه. ما شاء الله الكمية كده خلصت، والدرجة اللي انا عاوزاها طالعة ما شاء الله، شايفاه عاملة ازاي. بس في حاجة، اول ما بطلعهم من الفرن على طول بكون محضرة مية وزيت، وبالفرشة كده بمسح بالمية والزيت علشان يديك الطراوة اللي انت هتشوفيها دلوقتي. فانت امسحيهم كده بالمية والزيت وغطيهم بأي فوطة نظيفة عندك وسيبيهم حوالي ربع ساعة. للتزيين هستخدم الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة، انت على حسب ما انت عاوزة التزيين ده. انا هستكفي بس ان هخطط بس على المولتو من فوق كده خطوط. انت لو عايزة تحطي الشوكولاتة من فوق كتيرة فانا مش حابة ان انا احطها التزيينة الاخيرة ديت، براحتك انت زي ما انت حابة اعمليها. فانا هستكفى في المولتو بتاعي لاني حشيها شوكولاتة وجبنة زي ما وريتك، فانا هستكفي بس بالخطوط اللي انا هخططها على الوش. هرص الحجم الكبير في صينيه لوحده والحجم الصغير هرص في صينيه لوحده، وزي ما قلتلك انت في ايدك لو انت حابه تخلي المولتو كبير خلي المثلث بتاعك كبير. بصي الطراوه بتاعت المولتو حقيقي طلع طري كده وجميل، واللي خلاه طري كده عشان بعد كده لما تعمليه ويطلع منك ناشف. فاهم حاجه تطلعيه من الفرن تحطي عليه الميه بالزيت بالفرشه كده وتمسحيه وتغطيه تسيبيه ربع ساعه، هيديك الطراوه اللي انت شايفاها دي. كان عندي شوكليت شيبس عملت لهم حمام بخار، الشوكولاته البيضه والشوكولاته البني شوكليت شيبس. افضل حاجه لو انت بتزيني حاجه وبتعملي لها خطوط الشوكليت الشيبس بيبقى احسن بكتير من القوالب،
وبيساعدك ان انت تخططي زي ما انت عاوزة. وحطيتهم في الاكياس دي، اكياس بتشتريها من اي مكان بيبيع حاجات الحلواني. اكياس دي لو انت بتعملي خطوط بتبقى افضل من الاكياس اللي هي بتاعت اللبن اللي انت بتخزني فيها دي، لو انت ممكن بستخدمها في اي حاجة تانية، بس الخطوط الرفيعة دي احسن. هاتي الكياس اللي هي القمع دي، الواحد بيجيني يعني هو مش غالي بس بيديجي النتيجة كويسة. هخطط ابيض وبني وهرجع اعمل جزء تاني هخططه بالابيض وبالبني، عطى شكل حلو. بس الطريقة دي فعلا مش مخلية الملت مسكر قوي، لو انت مش حابة الحاجة مسكرة اعمليه زي ما بعمله كده، حبة مسكر شوية غطيها كلها بالشوكولاتة زي ما انت عاوزة. كان عندي ولاد صغيرة، وبصي الولاد الصغيرة بيفرحوا بالحاجات دي قوي، كلهم واقفين حواليا. فعلا لما بتعملي الحاجة دي في بيتك الولاد بيفرحوا بيها وبتبقى طعمها حلو وضامنة الحاجة معمولة ازاي. وصدقيني مفيش حاجة اسمها ما بعرفش اعمل، جربي واعملي الحاجة وهتديكي النتيجة اللي انت عاوزاها. كل حاجة سهلة بس حاولي تجربيها، لو ما نجحتش معاكي ان شاء الله تنجح معاكي المرة التانية، والنتيجة بتطلع حلوة وبتحسي كل مرة بتعملي فيها حاجة حلوة انك من جوه كده مبسوطة وفرحانة انك بتعملي لولادك الحاجة اللي ممكن يشتروها من بره وانتي مش ضامنة هي معمولة ازاي. والنتيجة ما شاء الله طلعت جميلة جدا. كده بقى اقدر اقولك طعم وشكل ولون وريحة وكل حاجة. الريحة فعلا كانت مالية الشقة، ريحته جميلة وطعمه كان حلو قوي، والشكل والنتيجة. وبصي بقى من جوه معلش الاضاءة كانت جامدة قوي، مش مورياكي الهشاشان اللي كان في العجينة بتاعتي دي كده محشية شوكولاتة. كان جميل قوي، ان شاء الله تجربيه ويعجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة مع الف سلامة.